بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا لا تكرات إن شاء الله سورة الأعلام. سورة الأعلام يا بزوه قاتو تشن يدعى قمن يأينا تشونه إن شاء الله يا ويرك زنير مالت البركة فيكم. عندنا هجقات الجنة ودكرات الجنة قبل إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأرى، وفرقنا من قرأ سبح اسم ربك للا سبح اسم سين سكون سبح اسم ربك يعني من قرأ لنا سين يعني أرنا مالتنا سبح اسم لا إيه أيهونم سبح اسم ربك، سبح اسم ربك الأعلى. بزي ملكونو الأعلى مجمرة وحمز ولتن يعيننو الأع مش أعلى ولتن معين أيهونم الأعلى مجمرة وحمزة ولتن يعين. بزي ملكونو نكرو ليلا ولان مجرش ولامن مارتنو سبرنو منناو قومو الأعلى لا بلنو منناو قومو للو الذي خلق فسوى للو زلي خلق فسوى من الألن لامن وفر المالة لامن كلام كلماتي متفيدة لنا كصابها لألو في دل يموفر في الرسلونة خلق خلق مش خلق خلق كان من هنا لامن ما بروفر المالة موفر اللبتكين خالنا قافنا ترزي خلق فسوى خلق فسوى كبز ما يكونوا ليلو والذي قدر فهدى زلي بزوجة تشنشقر اللبن فهدى يعني يكرم مالتنا والذي قدر فهدى مش فهدى فهدى بهنا بدل مكاك المسابع ليلم يلم سلازي فهدى تروب لنا هنا دالن تروب لما يازني اللبن مالتنا سلازي والذي قدر فهدى فهدى ليلو والذي أخرج المرعى المرعى أن المرعى لينتهلو على ران وفرس النارقو تعمل نينو ران ما سلزي والذي أخرج المرعى المرعى ران وفرس النارقو إن شاء الله ليلو فجعله غثاء أحوى أهوى أدلم أحوى حا حاب مكاكلني يقول راتن كفر يا متوضع في دل نج دمزوا دمك على نوم أحوى مش أهوى أحوى لك بزي ملكو متكرم ليلو سنقرئك فلا سنقرئك يان من كرال همزن يساب مالتنو سنقرئك تروب رمي كرم سنقرئك مش سنقرئك بهمزنا بكاف مكاكل مسابع ليلم يلم همزنا كاف تيجون يمتوت سلازي سنقرئك تولو بلنو مقرات يالبن مالتنا ليلو سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله يا أمي سبوتن يساب منو مقرات يالبن إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى لليسرى للوسرى من الألن لليو يان من أرقرنا مكرا ما قلت ما رقال لبن يو ضمة مالت لليسرى مش للوسرى لليسرى فذكر إن نفعتي لليوهين فذكر أدلم فذكر ران كتش أرقرنا من الكرا ومكنياتهم راسو كون هنا قدمتي متافيدل كسرى هنا في الرسل هنا فذكر إن نفعت الذكرى ليلو سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى أشقى أن الأشقى شوفوا بتلك كركلا في دراتو تجارة يزي رغناتشو منو مكراتي اللبن مالتن ويتجنبها الأشقى الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
የስለናራ እንልም ላም አይወፍርም። የስለ የስለናራል ኩብራ ነው። ثመ ላ የሙቱ ፊሃ ثመ ላ የሙቱ እያንም ሚምን ሳንስበው እንቀራለን። ሚም የሁለት ሀረካ ያክል ይሰባል። ثመ ላ የሙቱ ላ የሙቱ በዚህ መልኩ ነው። ፊሃ ወላ የሕያ ቀድ አፍለሐ قد أفلح من تزكى زي لي حان قد أفلح من تزكى ين حن فتحون إشباع يا رجل من قرالا ليلا عارف مدي ولد المعنى زي لي سلزي تولون ومقراتي اللبن قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى ليلا وذكر اسم ربه فصلى 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 لا موقج انت تدركون من نببه ረቢሂ ያለው ረቢሂ ብለን አይደለም የምንቀረው ባ ያኒ ወዘከረ ስመ ረቢሂ አይዋ ወዘከረ ስመ ረቢሂ አንልም። ረቢሂ ሳይሆን ረቢሂ ቶሎ ብለን ነው የምንቀረው። ባን ከሀጋ እያይዘ ነው፣ ሀን ግን እንስበዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ወዘከረ ስመ ረቢሂ ፈሰለ። ሌላው በል ቱእሲሩነ ልሐያተ ዱንያ በል ቱእሲሩነ እያልን ሳን በሲን ቀይረን የምንቀራለን። ይህንም አይቻልም። በል ቱእሲሩነ በል ቱእሲሩነ ልሐያተ ዱንያ ወልአኪረቱ ኸይሩ ወአብቃ ወልአኪረቱ ኸይሩ ወአብቃ ኢነ ሃዛ ለፊ ሱሑፊ ልኡላ ኢነ ሃዛ ለፊ ሱሑፊ ሱሑፊ እያና ንቀራም። ለፊ ሱሑፊ ቶሎ ብለን ለፊ ሱሑፊ ልኡላ ሱሑፊ ኢብራሂም አሁንም ሱሑፊ እያነ ሓን አንስበውም። ሱሑፊ ቶሎ ሱሑፊ ኢብራሂም ወሙሳ በዚህ መልኩ ንቀረው እንሻ አላህ ባረከላሁ ተፈል سبح اسم ربك العالى الذي خلق فسوى تمسن كفر الذي تمسن كفر الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرعك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى أعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى مرعى عينكم والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى إن نفعت الذكرى إن نفعت الذكرى لا أتبقوا إن نفعت الذكرى إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى أتبقوا سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى يصلى النار الكبرى يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى 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 أتوفر لام فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم لا لا تمد سبي لا غلط سبح اسم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل فصلى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فصلي لربك لا فصلي لا فصلي فصلي أيوة. لربك ونهر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك أيوة. إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاة صلاة لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف كرروا بالبركتين طيب عند تهجنا لنا سلا حركة فتحة كسرة ضمة ولكن من منا وكونه بزوج ذي يمن ساساته هنا ستاتنا بتري جا جامي مالتنا بتري بتري نزي حركة وشين بحر يشون كلام هو بيتنا سمالتنا فتحة كسرة ضمة نزي من ناتشو عنا بابي وشناتشو ويم رجمو في دالن ببحر يشو مسرة تندين كساقسو የሚያደርጉ አንባቢዎች ወይም ሐረካዎች ናቸው እነዚህ ሐረካ የሚለው ተቀለ ስም ነው ለፈትሃ ለከስራ ለዶማ ማለት ነው ለሶስቱም ጥቅል የሆነ ስም ሐረካ ይሉታል ማንቅንቅስቃሴ ማለት ነው ተክለኛ ትርጉሙ
ወደ አማርኛው ስንመለስ አናባቢዎች እንላቸዋለን። ይህ የማንቀሳቀስ ባህሪያቸው ሶስቱም የራሳቸው የሆነ ባህሪ አላቸው። ፊደሉን የማንቀሳቀስ ባህሪ ማለት ምሳሌ ፈትሐ አለ፣ ضم አለ፣ ከስር አለ። እነዚህ ሶስቱ ፊደላት ሶስቱ ሐረካዎች ፊደልን በባህሪያቸው መሰረት እንዲንቀሳቀስ ያደርጉታል። ባህሪያቸውን እንመልከት። ለፈትሐ ምንድን ባህሪ ነው ያለው? ለከስራ ለضمه ፈትሐ አፈን የመክፈት ባህሪ ያለው እንዲሁም ምላስ በነበረበት ምንም ሳይንቀሳቀስ ዳለ ሆኖ ራሃ ሆኖ አፋችን የላይኛው የታችኛው የላይኛው አገጫችን ምን ይላል? ይከፈታል ማለት ነው። ምሳሌ ባለይ ፈትሐ ቢሆን እንደሚሆነው ባ ምላሳቸው እንቅስቃሴ ያደርጓል የለም እዛው እንዳለ ነው። ባ አፍ ግን የመክፈት ባህሪ አለው። ባ ምላሳችሁ ተንቀሳቅሷል እንዴ? አልተንቀሳቀሰም። ከንፈራችሁ ግን አገጫችሁ ግን ላይኛው ታችኛው ምን ሆኗል? ተከፍቷል ማለት ነው አፋችን። ስለዚህ የመክፈት ባህሪ አለው ማን? ፈትሐ ማለት ነው። ከስራ ደግሞ የታችኛው ፈክም ይባላል ወይም ደግሞ የታችኛው አገጭ ወደታች ዝቅ ይላል። እንዲሁም ደግሞ የምላሳችን አቅሳው ማለት የምላሳችን ሩቁ ክፍል ወደ ላይ ከፍ ማለት ባህሪ አለው። ምሳሌ ከስራ ሲሆን እንደሚሆነው ባ እንደም ቢ ቢ ቢ ልክ ምላሳችሁ እንደዚህ ነው ኖርማሊ ነው ስናነብ ቢ ቢ ምላሳችሁ ምን ይሆናል እንትን ይላል ወደ ላይ ከፍ ይላል ማለት ነው። ማን የምላሳችን ሩቁ ክፍል ቢ ቢ ቢ የታችኛው አገጫችን ደግሞ ወደታች ዝቅ ማለት ባህሪ አለው ማለት ይህ ከስራ ይባላል። ضمه ደግሞ ቡ ቡ ምላሳችን ልክ እንደ ፈትሐ ነው ኖርማሊ እንዳለ ተቀምጦ ግን የከንፈራችን ወደፊት ምን ይሆናል ይሰበሰባል ማለት ነው። ምሳሌ ባ ضمه ቢሆን እንደሚሆነው ቡ አይደለም ቡ ቡ ቡ። አሁን እነዚህ የሐረካዎች ባህሪዎች ናቸው። ምሳሌ አሁን ፈትሐ ባ ፈትሐ ቢሆን ባ ነበር ማለት ያለብን በካልንም እንደሚሆነው በቀርተናል ቀራነውም ቀርተነዋል። ወላኪን ባህሪውን ሙሉን አስገኝቶ አላስገኝም። ስለዚህ ምንድነው ጎደሎ ነው ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ ባህሪውን ልናስገኘው ይገባል። ምንድነው ማለት ያለብን ባ ባ ሙሽ በ በ ባ በጣም ባ አንልም። በሚፈለገው መልኩ ባ ልክ ኖርማሊ በእንትን ማለት ነው። ምንም በጣም ሳንጨምርም በጣም ደግሞ ሳንገጥምም ማለት ነው። ስለዚህ በመካከል መውጣት አለብን። አንዳንድ ጊዜ በሚወፈሩ ፊደላቶች ላይ የሚከሰትበት ስህተት አለ። ምሳሌ ቃፍ ላይ ቃ ማለት ነው ያለብን። ቃ ቃ ስንል አፍ መከፈት አለበት። ቆ እንላለን። ቆ ቆ ካልን ምንድን ነው የሚሆነው? ኦ ነው አይደለም የሚሆነው? ቆ ቆ አትብላሽ ሰር ትብላሽም ፈትሐን ቀርተማ አልቀራ ነው መክሉጣ ቢዶማ ይሉታል። ዶማ ጋር የተቀላቀለች ፈትሐ ማለት ነው። ኖርማል ፈትሐ ሳትሆን በዶማ ጋር ያቀላቅናት ማለት ነው። ዶማ ጋራ ያቀላቅናት። አንዳንድ ጊዜ ምሳሌ ፈትሐ ሲሆን ማለት ነው አልሐምዱ የሚለውን አልሐምዱ ሊላህ እንላለን። አልሐምዱ መክሉጣ ቢሱኩን ማለት ነው። በሱኩን አቀላቅለን የምናነብበት አጋጣሚ አለ እና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ወማ አድራክነ ወማ መክሉጥ ምን ሆነ? ወማ ነበር መሆን አለበት፣ መከፈት ነበረበት። ከስራ ጋር አቀላቅለነዋል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ሆነ? ብዙ ጊዜ የነዚህን ሐረካዎች ባህሪ ካለማወቅ የተነሳ እንደፈለግን መቀያየር የምናደርግበት አጋጣሚ አለ። ወላኪን አህም ሸይ ባህሪያቸውን እንወቃቸው። ፈትሐ አፈን መክፈት አለብህ፣ ግድ ነው። ፈትሐ ላይ ስናነብ ማለት ነው ባ ሙሽ ቤ ይባላል። ቤ እና ባ ልዩነት አለ የለውም? ልዩነት አለው አይደል? ሜ እና ማ ልዩነት አለ የለውም? ኬ እና ካ ልዩነት አለ የለውም? ቄ እና ቃ ልዩነት አለ የለውም? ልዩነት አለው። ስለዚህ የፈትሐ ባህሪ አፈን መክፈት አለብን። ምንጊዜም ፈትሐ የሆነ ፊደል አጠቃላይ አፋችንን ክፍተት ነው ምን ብለን ማንበብ ያለብን። ባ ታ ሳ ጃ ሐ ኸ ደ ዘ ራ ዘ ሰ ቃ ሳ
الله كلنا عفاتين كفتم ما ببالبن جن الزوار جن من أنا بكونا موري هنا بحريون أرسلتنا وما لسنا وده كساس النالف في تحتنيا وده ضماس النالف كم فراتشن وده فيت مسب سبع اللبن بعض ضماس هم اللي يمونه ها بو نو ولا بو ها بو ما له تلبن كم فراتشن وده فيت مسب سبع اللبن بحريونه ها بحريونه يجيت من مارق اللب كم فراتشن وده فيت لسبع سبيك قبل بو بو مش بو أهون ليونتو يو بو النا بو ليونتال ليه لهم ليونتالو جن أم ببنو على الضم ماون بو بنل بو بو بنل بنا نقول أم ببنو على نبنو أم ببنو على ولكن مرو بحري أجن طول على جنيم لا على جنيم سلازم مرو بحري مسته من سوونه مرو بمرو كم فرتشو ده في سن سبع سبونه بو نا بو ليونتالو بو النا بو ليونتال ليه لهم ديونة تعلو سرزي يضم بحري كم فراتشن ودفيت مسب سب نور بتال بو بو مش بو أنا نجزي قافن أي فيدل ميوفر منه ما يوفر منه ضم ما يهونه تو فيدل عطوش با أو يمنا أنا بتحقق دام يلا با أو ومن لقمة ما رجعش يا ما جرى شون فيدل مالتنا سالي أكون أو مالتنا با كون بو بيان مانو مهون ያለበት ግን ምን መሆን አለበት የአማርኛ ሁለተኛው ፊደል መሆን አለበት የሚወክለው ምሳሌ ባዶ ማሰም ደም መሆን አለበት ቡ ወላ ቦ ሀ ቡ ቡ ማለት አለብን ቡ ቱ ሱ ጁ ሁ ሁ ዱ ዙ ሩ ዙ ሀ ቡ ሱ ጡ ቁ አለቀ ዩ ሁሉም ምን መሆን አለበት በ ሁለተኛ ማርኛችን መሆን አለበት አንዳንድ ጊዜ በአማርኛችን የመጨረሻው ፊደል እንምናነበው ልክ እንደነገርኳችሁ አሁን ምሳሌ ባን ዶማ አነበብን ስንል እንደምናደርገው ቦ ከስራን በሚሽስሙ ታርምስ ዶማ ስናደርግ ቶ ቶ ይሄ ትክክል አይደለም ሌላው ከስራን ስናነብ ባ ከስራ ሲሆን እንደሚሆነው ቢ ቢ ስንል ኢታችን ያፈካችን ወታች ዝቅ ይላል የመራሳችን ደግሞ ወደ ላይ ከፍ ይላል ማለት ነው ቢ ቢ ቢ ታችን ተንከሳስዋል ተንከሳከሰም እ ቢ ቲ ቲ ጂ ሂ ኺ ይሄ ኢማን ባህሪ ነው የከስራ ባህሪ ነው አሁን እነዚህ ሶስቱም በቀላሉ እንዴት አድርገን መናገራችንን ልናምነውቀበት ሂደት አለ በትክክል መናገራችን የምናውቀበት ሂደት አለ ይሄ ምንድነው እነዚህን ሐረካዎች ድምጻቸውን በመተጠውሉበት ጊዜ ምሳሌ ፈትሃን ድምጿን በመታስረዘሙበት ጊዜ አሊፍ መወረድ መቻል አለባት አሊፍ መወረድ መቻል አለባት ምሳሌ ባ ፈትሃ ቢሆን ባ ይሆን አይደለ ስታስረዘሙት አጭር ነው ቆይታው የፈትሃ ባ ነበር መሆን አለበት ባ ስትሉ አ የሚል ድምጽ ወለደ አልተወለደም ይህ አ የሚል ድምጽ የአሊፍ ድምጽ ነው ስለዚህ በአ የሚለው ድምጽ ከተወለደ በትክክል ፈትሃን ብለናል ማለት ነው በትክክል ፈትሃ መናገር ይችላል ማለት ነው በአ የሚለው ድምጽ ከተወለደ ስናሰዝሙ ግን በ ያ አይሆንም በ ሀ በ ከስራ ሲሆን ደግሞ ቢ ቤ አይደለም ቢ ነው መሆን ያለበት እንጂ ቤ ቤ ስንል ማን ነው የተወለደው ማንም የለም አይደለ ሌላ ፊደል ነው ስለዚህ ቢ ስንል ግን ቢ ይ ያ መድ መወለድ አለበት ضማም ሲሆን ደግሞ ባضማ ሲሆን ደግሞ ቡ ነው የሚሆነው ስትጠውሉት ዋው መወለድ አለበት ቡ ስንል ቡ ው የሚል ድምጽ መወለድ አለበት ሙሽ ቦ ለምሳሌ ቦ ካልነ ስታስረዘሙት ቦ ማን ነው የሚወለደው ዎ ነው አይደለ ወይ የሚባል አረበኛ አለ የለም ቡ ው የሚል ድምጽ መሆን አለበት ስለዚህ እነዚህን ሐረካዎች ድምጻቸውን ስታስረዝሟቸው ፈታን ስታስረዝሙት አሊፍ መወለድ አለበት ከስራ ስታስረዝሙት ያ መወለድ አለበት ضማ ስታስረዝሙት ደግሞ ዋው መወለድ አለበት ያ ከሆነ ሐረካውን በትክክል ብለናል ማለት ነው ወላኪን ቆይታቸው እነዚህ ሐረካዎች ሁሉ ምንድነው ቆይታቸው አጭር ነው የአንድ ሐረካ ብቻ ነው ያለው ባ ታ ታ ቢ ቲ ቲ እ ቡ ቱ ሶ
አጫጭር ነው ቆይታቸው ረጅም አይደለም። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሐረካን ካስተካከል ኢንሻአላህ ይበለጠ ያተደግሙ ሊሆን ምስተካከል ማለት ኢንሻአላህ ሰቱ ጣሪክ እንግራ ጥያቄላችሁ ግልጽ ነው። طيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق خلق من يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. طيب جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.